Ναι, σας ακούω τη φωνή της Ελλάδας στα νέα στα αραβικά. Θέμινα ο Χαμσίνα Δαχίχα, φυσάτε Σαουτανιονά, Σαββαλτσέι, Ρινέκομ Νεσουτλαμβάρι, Αφήκομ Πιά, Βολιδριάς. أحالت الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء مشروع قانون آخر يتضمن حزمة ثانية من الشروط التي فرضها مخرجي البلاد. سوف يصوت النواب على مشروع القانون يوم غد الأربعاء. ونشرت الحكومة على موقعها الإلكتروني المشروع، لكن لم يتضمن المشروع إلغاء التقاعد المبكر بشكل تدريجي وإلغاء التسهيلات الضريبية المخصصة للمزارعين. وفي اللحظة الأخيرة قررت الحكومة اليونانية تأجيل التصويت عليهما حتى بداية شهر آب أغسطس القادم. وما عرض في مشروع القانون تعديل قانون أصول المحاكم المدنية بهدف تسريع إجراءات المحاكمات من قبل القضاة ونقل أصول أملاك الدولة إلى صندوق مستقل في اليونان خاضع لمراقبة الدائنين مخصص لجمع 50 مليار يورو وتشريع ضمان الدولة الودائع المصرفية بشكل تام حتى قيمة 100,000 يورو لكل فرد. واعترض عددا من نواب حزب سيريزا وأعذر المعارضة على القرار رفع ضريبة المزارعين لكونهم ينتخبون في المناطق الزراعية. دعت شبيبة تحالف اليسار الجزري سيريزا إلى دعوة اللجنة المركزية لسيريزا للاجتماع فورا وإجراء مؤتمر استثنائي ورفض عقد الاقتراض الذي توصلت إليه الحكومة مع مقرضيها. وجه رئيس حزب الديمقراطية الجديدة فانجيلي ميماراكيس بتصريح له لقناة آرت الرسمية رسالة مزدوجة لدى اليونان وأوروبا.